بعد فتح مكة المكرمة عام 8 للهجرة، تحالف بعض قبائل الشرك مثل هوزان وثقيف وجشم لقتال المسلمين بقيادة رجل اسمه مالك بن عوف. وكيف ترون هذا المكان؟ هل هو مناسب لقتال المسلمين؟ لا طبعا، لأنه مكان مكشوف، ولن نقوى في صمود وصبر لمواجهة المسلمين. يا رجل اسمع، إن قتال المسلمين وجها لوجه لا جدوى منه. وماذا تقترح؟ دعنا نذهب يا مالك إلى وادي حنين ونختفي بين الأشجار، وعندما يصل المسلمون إلى الوادي نفاجئهم ونقتلهم. يا لك من ماكر. سار الرسول صلى الله عليه وآله نحو المشركين ليقضي عليهم، فجهز جيشا بلغ 12,000 مقاتل، ولكن الغرور قد تسرب إلى قلوب المسلمين لكثرة عددهم. إن عددنا كبير ولن يقوى أحد على هزيمتنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن عددنا كبير ولن يقوى أحد على هزيمتنا. الله أكبر، الله أكبر. وعندما وصل المسلمون إلى وادي حنين ظهر عليهم جيش المشركين من جوانب الوادي، وهجم على جيش المسلمين بكل ما أوتوا من عنف وقوة وبأس. وهرب عدد كبير من جيش المسلمين وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان الإمام علي عليه السلام في مقدمة الثابتين، وعمه العباس بن عبد المطلب عليهم السلام. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وتقدم قائد المشركين وحامل رايتهم أبو جرولة لقتل الرسول صلى الله عليه وآله. أنا أبو جرولة لا براحي حتى نبيح القوم أو نباحي. وكان سيف علي له بالمرصاد. علم القوم لدى الصباح أني في الهيجاء ذو نطاح. وبعد مقتل قائدهم وحامل راية المشركين عاد من هرب من المسلمين نادمين لساحة القتال، وهجموا على المشركين وهزموهم، وكل ذلك بفضل من الله تعالى وثبات رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام والأصحاب المخلصين.